مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في موقع أو في قناة ديدكتيك علوم الحياة والأرض. نرحب بزوارنا الكرام. هذا الشريط أول شريط من نوعه على قناتنا، كذلك يمكن أن تجدوه في موقعنا ديدكتيك علوم الحياة والأرض. عنوان هذا الشريط هو منهجية تحليل المنحنيات البيانية، أو بشكل عام منهجية التحليل. إذا نبدأ على بركة الله. لتحليل تغيرات ظاهرة معينة نبدأ نتبع طبعا ثلاث خطوات. الخطوة الأولى نحدد الظاهرة المدروسة. لتحديد الظاهرة المدروسة ننظر فقط إلى محور الأراتيب. تكون الظاهرة المدروسة دائما مدونة على محور الأراتيب. هذه الظاهرة تكون في الغالب في استقرار انخفاض أو ارتفاع وانخفاض وهكذا. الظاهرة المدروسة تكون دائما في تطور، لذلك يطرح علينا السؤال حلل تطور ظاهرة إكس، ظاهرة معينة. بعد تحديد الظاهرة المدروسة على محور الأراتيب نحدد العامل المؤثر في الظاهرة. العامل المؤثر في الظاهرة هو العامل الذي يجعل الظاهرة تتغير، يعني يجعلها تتطور، إما ترتفع أو تنخفض أو تستقر. إذا العامل المؤثر في الظاهرة دائما يكون في الغالب مدونا على محور الأفاصيل. مثلا الزمن هو عامل من العوامل المؤثرة في الظاهرة. في هذا المثال كذلك حقن الجلوكوز في الزمن بعد مرور دقيقتين هو من العوامل المؤثرة في الظاهرة. إذا العامل المؤثر في الظاهرة يتم تحديده بالنظر مباشرة إلى محور الأفاصيل أو بجوار محور الأفاصيل، يتم الإشارة إليه بسهم بهذه الطريقة. يمكن أن نجده كذلك في الأسفل. إذن بعد تحديد العامل المؤثر في الظاهرة نمر إلى الخطوة الثالثة، هي تقسيم المنحنى إلى مجالات. إذن مجالات ماذا؟ مجال استقرار مثلا انخفاض أو ارتفاع. مثلا هذا المثال تغيير أو تطور تركيز الأكسجين، يمكن تقسيم تطور الظاهرة إلى ماذا؟ إلى مجالين، مجال الاستقرار قبل الحق بالديكوز ومجال الانخفاض. إذن لدينا مجالين، استقرار وانخفاض. إذن نعيد لتحليل تطور ظاهرة معينة نتبع ثلاث مراحل بالترتيب. تحديد الظاهرة المدروسة، نحدد العامل المؤثر أو العوامل المؤثرة في الظاهرة، ثم نقسم المنحنى إلى مجالات. في بعض الأسئلة قد نجد سؤالا آخر غير سؤال التحليل، قد يطلب منا سؤال الوصف أو المقارنة. مثلا في هذا المثال مثلا السؤال، إذا طلب إذا منك الإجابة عن سؤال حليل فأنت مطالب بالقيام، إذا في حالة ما طلب منا سؤال التحليل فنحن مطالبين بالقيام بماذا؟ بجميع خطوات التحليل الثلاث. وإذا طلب منا فقط المقارنة أو الوصف، مثلا هذا المثال قارن تطور تركيز الأكسجين قبل وبعد حقن الجليكوز، أو صف تطور تركيز الأكسجين قبل وبعد الحقن بالجليكوز، فالإجابة ستكون هي ماذا؟ هي نفسها. الاختلاف فقط في ماذا؟ في عبارة السؤال قارن، أو قد يكون سؤال الوصف. إذن لماذا في بعض الأحيان في الامتحانات الوطنية نجد سؤال الوصف؟ نجد سؤال الوصف لماذا؟ لأنه في الغالب يعني يريدون وكأن الذي طرح السؤال اختصر علينا ماذا؟ اختصر علينا الوقت، أراد أن يختصر علينا الوقت والخطوات. لأن ما يهم في التحليل هو ماذا؟ هو الخطوة في الغالب، هو الخطوة الثالثة في التحليل، يعني تقسيم المنحنى إلى مجالات. إذن فإجابتنا عن سؤال الوصف هي ماذا؟ هي فقط أجرأ أو تقسيم المنحنى إلى مجالات، يعني تطبيق الخطوة الثالثة في التحليل. أعيد، لتحليل منحنى معين نتبع ثلاث خطوات. تحديد الظاهرة المدروسة، نحدد العامل المؤثر في الظاهرة، ثم نقسم المنحنى إلى مجال. في بعض الأحيان قد يطرح علينا سؤال الوصف مفهوم، أو سؤال المقارنة في حالة منحنيات البيانية. الإجابة عن سؤال الوصف هي ماذا؟ هي تقسيم المنحنى إلى مجالات، أو هو الخطوة الثالثة في التحليل. نمر إلى تطبيق حول هذا الشكل، يعني نجيب عن سؤال التحليل. مثلا إذا طلب منا مثلا، إذا في هذا المثال سنطبق منهج التحليل في حالة طلب منا الإجابة عن السؤال حلل تطور تركيز الأكسجين. إذا الإجابة ستكون كالتالي. إذا يمثل المنحنى تغيرات أو تطور تركيز الأكسجين داخل المفاعل الإحيائي مع مرور الزمن. إذا هذه العبارة هي ماذا؟ هي تحديد للظاهرة المدروسة، يعني الخطوة الأولى في التحليل. بعد ذلك نشير إلى ماذا؟ شنو الخطوة الثانية؟ تحديد العامل أو العوامل المؤثرة في الظاهرة. إذا كانت لدينا مجموعة من العوامل،
إذن مع مرور الزمن، إذن هنا الإشارة إلى العامل الأول قبل وبعد حقن محلول الجليكوز، إذن هنا الإشارة للعامل الثاني. إذن هذه العبارة هي إشارة للخطوة الثانية في التحليل، نعم الخطوة الثانية في التحليل، نعم هنا عندنا خطأ. إذن الخطوة الثانية في التحليل هي ماذا؟ هي تحديد العامل المؤثر في الظاهرة أو العوامل المؤثرة في الظاهرة، اللي هي ماذا؟ اللي هي إشارة إلى مع مرور الزمن وقبل وبعد حقن محلول الجليكوز. بعد ذلك نمر إلى تقسيم المنحنى إلى مجالات، وهي الخطوة الثالثة في التحليل. إذن لاحظوا في بداية التجربة إلى غاية مرور دقيقتين تم تسجيل استقرار تركيز الأكسجين في المفاعل في القيمة 250 ميكرومول بار لتر. إذن في البداية قبل الحقن بالأكسجين قبل دقيقتين، قبل الحقن بالأكسجين نلاحظ مدى الاستقرار في تركيز الأكسجين في القيمة 250 ميكرومول بار لتر. إذن هذا ماذا؟ هذا إشارة للمجال الأول، نشير كلمة مفتاحية هنا هو الإشارة إلى استقرار، وكذلك الإشارة إلى قيمة الاستقرار في أي قيمة فيها تركيز أو الظاهرة مدروسة في استقرار، نحدد القيمة مهم وضروري كذلك. بعد ذلك بعد الحقن مباشرة بعد الحقن بالجليكوز أو بعد حقن وسط بالجليكوز في الزمن أو في اللحظة تساوي دقيقتين، يسجل أو يلاحظ انخفاض تدريجي لقيمة تركيز الأكسجين في المفاعل من القيمة 250 ميكرومول بار لتر إلى القيمة 100 ميكرومول بار لتر. إذن هذا إشارة للمجال الثاني في المنحنى، مفهوم؟ إذا لاحظوا في التحليل في إجابة في ترتيب للخطوات الثلاث، تحديد الظاهرة المدروسة أول خطوة، تحديد العامل أو العوامل المؤثرة في الظاهرة ثاني خطوة، ثم تقسيم المنحنى إلى مجالات. نعم لو طلب منا في سؤال الوصف يعني صفة تطور تركيز الأكسجين، الإجابة ستكون ماذا؟ سنبدأ الإجابة من هنا من هذه الفصل في بداية التجربة إلى غاية 100 ميكرومول بار لتر، يعني سنقسم